موعدكم للاستمتاع بأجواء الفن الجزائري مع البرنامج جو ميوزيك لايف برعاية جيزي. أغنية تاع دمعة يعني هو في الحقيقة والله كانت أغنية زعما اللي معروفة يعني في الجزائر هنا دوك عليها نقدروا يعني شغل اللي نوظفوها في البلاصة هذه يعني دونك كاين أغاني بزاف خممنا فيهم ومن بعد في الأخير فكرنا في دمعة وفكرنا في في, في الإنسان اللي أداها ما شاء الله وكما نقولوا والحمد لله اللي مازال ولاده مشدي المشعل ونتمنى له الرحمة دار حاجة اللي راح تعيش وعاشت والحمد لله وراي اليوم. بو هي الموسيقى على كل حال كيما احنا ناس تاع موسيقى ما تشبعش من لا ميوزيك وتسمع كلش كيما نقولوا لازمك تذوق لا ميوزيك تذوق شرقي تذوق مغربي تذوق كل ستيل لازمك تسمعهم وتتبعه وتسمع كاع مشتو كيما نقولوا الجاز الروك الميتال كاع تسمعهم كاع لي ستيل تسمعهم باش تشبع الودن نتاعك هي هي الموسيقى اصلا هك انا كنت صغير وقيل واحد عندي 8 سنين هكاك عندي 8 سنين ولا 9 سنين نشفع عليها في الدار كتبوا لي واحد الاغنيه وقالوا لي هذه راك راح تغنيها دير حسابك في في واحد العرس كان حدانا قالوا لي تغنيها قلت لهم انا نغنيها قالوا لي انت تغنيها راح تغنيتها من هذاك النهار اوه نشوف الغاشي فرحانين عاجب من الحال وانا صغير ماني عارف والو ما يفهم من تما بدات تقريبا مسيرتي من تما بديت نحس روحي بلي هذه موهبتي بون انا عندي حاجه ثانيه في ورلا ميوزيك ما زلت صغير عاودها لي الوالد كي كبرت عاودها لي الوالد نتاعي ما زال سولني قال لي يا ولدي انت كي تكبر واش تبغي واش تولي دكتور طيار حاجه معلم حاجه قلت له انا نولي فنان مي انا ما نعرفش واش هي فنان ولا موسيقار ما نعرفش كي كبرت عاودها لي وكنت في اللي في المسيد انا توجور اللي عيطوا لي نعزف على الآلة ايقاع ونغني توجور هكا ميم حتى في الجامعه ربي يغفر لي انا صغير وما نعرفش كنت نغني الناس تقرا انا نغني سي لا فيريتي هكا حياتي مع الموسيقى هو الدنيا هذه ما دامك عايش فيها راح تلقى فيها مصاعب تطيح وتنوض تطيح وتنوض حتى يجي النهار اللي توقف ولا تطيح ما توقفش ساديبو على حساب الزهر تاعك وهي الطريق هذه فيها مصاعب ما يكونش عندك لي مويا ما تلقاش اللي يعاونك ما تلقاش اكسترا اكسترا بزاف صوالح والحمد لله شوف الثاني تك كيفاش وحبك للحاجه كيفاش وتوصل ان شاء الله بربي دونك حبيت حاجه واحده نوضحها انها كاين بزاف لي جروب وكاين بزاف فنانين في المناطق هادو نتاعنا هادو يعني شغل الحمد لله عندهم دي شونس وعندهم خدمه بزاف كبيره خصو برك يخصم يد المساعده انهم باش يلحقوا لهاد البلاصه دونك حنا هاد الحاجه من الحوايج اللي صعيبه بزاف لقيناها في الحياه ان شغل جرينا بزاف وجري منا طلع على الجي هبط منا وكاين اللي ما عندوش اصلا فكره كيفاش يجي من مثلا من اضرار ولا من برج باجي واختار باش يجي العاصمه هنا ويسجل البوم ومن بعد البوم ومن بعد فهمتني كيفاش ما يشغل ما يكونش عنده معلومات دونك نتمنى يوصلوا ان شاء الله يوم من الايام وهذه هي والحمد لله هي المسيره طويله على كل حال دوك قد ما تشوف روحك درت حوايج ما ديرش باللي راك وصلت ولا راك مازال راه الطريق طويله زعما شغل تشوف باللي وصلت للبلاصه لازمك تزيد تخدم وتزيد تابر وتزيد تتعب باش تزيد توصل البلاصه بعيده كما نقولوا تبعد بالهدف تاعك
نوجه رسالة لكل الناس اللي حبونا أول حاجة، والناس اللي عاونتنا مالقري حتى ولو بكلمة، حتى ولو بدعوة، حتى ولو يعني كيما نقولوا بأضعف حاجة، نقول لهم ميرسي ويعطيكم الصحة. النجاح نتاعنا راه عندكم نسبة فيه ديما. في المجال الفني نشكر بزاف صديقي وأخي وأغالي بن مختاري غالي، كان معايا في بدايتي حتى الحمد لله حتى لهنا، نشكره بزاف ونشكر بزاف الأشخاص الثاني، لا داعي لذكر الأسامي، لا ليست طويلة بزاف، وتعيات فلان فلان تبرح منا للصباح. نشكرهم بزاف بزاف، ونشكروا كاع الناس اللي حبونا، وحنا نحبوكم بزاف بزاف، وان شاء الله دائما رانا نعطوا الجديد باش نتوما تذوقوا وتردوا لينا شويه باش نسمعوا معاكم، ما تنساوناش باش حنا ما ننساوكمش. هذه هي، ميرسي. قدم لكم البرنامج الموسيقي جو ميوزيك لايف برعايه جيزي. جو راديو، أول راديو ديجيتال في الجزائر. تبعونا على الابليكاسيون ديالنا جو راديو، وعلى الموقع الإلكتروني www.jo.radio.